اختار النجم العراقي زيد الحبيب لبنان لتصوير عدد من كليبات أغنياته الأخيرة، وإحنا رافقناه في الكواليس اللي كانت حماسية جداً، وكمان التقينا بزيد وكشف لنا عن خطته القادمة والكثير من الحصريات الأخرى اللي خصنا بيها إحنا عرب بوت. كليبات جديدة للفنان العراقي زيد الحبيب بدأ في تصويرها في لبنان، وكاميرا عربوت كانت موجودة في الكواليس واللي كان بيظهر فيها تعاون كبير بينه وبين المخرج مراد ترك. أول كليب بدنا نصور حالياً الكاريزما، ألحان نور الزين وإخراج أكيد مراد ترك. الفكرة راح نخليها تشوفوها أحلى يعني، حتى تكون مفاجأة حلوة للجمهور. وطبعاً هو مو كليب واحد، هي تقريباً 3 كليبات خلال هاي الأيام، إن شاء الله الله يمكننا ونقدر نكمل. اليوم التصوير يحكي على الكاريزما، يعني شوي في أشياء أكشن، في دراما أكشن، في ستايلست ميوزيك، يعني شيء حلو إن شاء الله. أكيد العمل المتكامل من كل من لحن، من كلام، من إخراج، هو اللي يخلي هذا العمل ناجح وهو يولد هاي الجمهور. حلو التعاون مع زيد، وزيد يعني الحلو انه فاهمه باللبس، بالامتى يتعب، امتى يصور، حالته المزاجيه، وكمان هو يعني عارفني. احبني وعوف الباقي علي، ما ضيعك من ايدي. بيتابع زيد على انستغرام حوالي 1.5 مليون متابع من جمهوره. قدر زيد يحقق ملايين المشاهدات على قناته الرسميه على يوتيوب، واخرها كليب شوت سوالك اللي كان بينافس على الترند مع ديو اليسا وسعد المجرد من اول دقيقه. ديو عالمي، كان هما الترند الاول، شوت سوالك الكليب مالت كان الترند الثاني. لف الدنيا وجرب غيري، ترجع لي من تعرف خيري، اتاسف لك لان انطيتك شي من وقت ومن تفكيري. زي ما غنى زيد باللهجة العراقية، غنى كمان بالمغربية، لكن هل عنده نية انه يغني بلهجات اخرى زي اللهجة المصرية؟ غنيت صعيبة مغربي، وغنيت يا الحبك صار ادمان، حبيب مطول الغيبة، انا ابغي يا ربي رجع لي فراق ونار علي. خالد سليم قبل ما يكون صديقي يعني من فازاته يعني، ودعاني لمصر، ويعني اكو احتمال ان شاء الله نعمل عمل مصر يعني، بس مو شرط يكون ديو. على الرغم من شهرة زيد الكبيرة في العراق، إلا أنه لا يفضل نشر أخبار كثيرة عنه، وبيكتفي بنشر أخباره الفنية. أنا ما أحب أنشر كل خصوصياتي يعني، وين رحت، وين جيت، وين كذا، ممكن أكون مع صديقي، ممكن أنا أكون مسافر، ممكن، بس إذا تصوير وعمل وحفل لا أنا أنشر. زيد الحبيب بدأ مشواره في عام 2006، وحصل على شهرة كبيرة في سوريا، وكان أول عمل له فيديو كليب كل البلاوي، وقدر ينجح على الصعيد المحلي العراقي، فقرر يرجع إلى العراق ليكمل مشواره الفني، واشتهر بتقديم ألوان مختلفة من الأغاني اللي حظت بإعجاب الملايين.